يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الصحيح في وضع اليدين أثناء القيام في الصلاة؟ هل هو أسفل السرة؟ ما الصحيح في وضع اليدين أثناء القيام في الصلاة؟ الصحيح أنه إن كان يحتاج إلى الاعتماد على يديه لمرض أو لكبر سنه فلا بأس بذلك، أما إذا كان لا يحتاج فالسنة أنه يقوم على ركبتيه، يعتمد على ركبتيه ويقوم، نعم، ولا يتشبه بالبعير، نعم.